هذا الفيديو برعاية صفحة اليوفنتوس. تعتبر الألياف الغذائية كنزاً ثميناً ووقائياً من المشاكل الصحية التي تواجه الإنسان. وتتواجد الألياف في المصادر النباتية مثل البقوليات والفواكه والخضار والحبوب الكاملة مثل الشعير والشوفان. للألياف فوائد جداً كبيرة على صحة الإنسان وزيادة المناعة، فهي تحمي الجسم من الإصابة بالسرطانات المختلفة والأمراض القلبية، وكذلك تساعد على ضبط نسبة الكوليسترول والسكر في الدم لأنها تقلل من امتصاص السكر والدهون. وأيضاً لها خاصية تسهيل حركة الأمعاء، فهي جداً مهمة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة الإمساك. وللأشخاص الذين يعانون من زيادة الشهية لابد لهم من إضافة الألياف في وجباتهم خلال اليوم، لأن الألياف تساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة خلال اليوم. طبعاً احتياج الشخص من الألياف يكون تقديرياً من 25 إلى 30 جرام في اليوم. دمتم سالمين.